تحت رعاية وحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، انطلقت فعالية الدورة 61 لمؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن بالتعاون مع كبار أطباء الصدر في مصر والعالم. النهاردة بنعمل هذا المؤتمر في هذه الفترة. أولا أهم بنود هذا المؤتمر في هذه المرحلة هو عرض التجربة المصرية في تشخيص وعلاج الحالات والتجارب الإكلينيكية، وأيضا بعد عندنا هذا العدد من الحالات إيه بروتوكولات العلاج التي استفدنا بها ونطبقها خلال المرحلة القادمة. خلال 77 جلسة تضم 156 متحدثا، يناقش المؤتمر بصورة حية وعبر منصات إلكترونية كل ما يتعلق بأمراض الصدر وبالأخص تطورات جائحة كورونا، كما يستهدف تبادل آخر التطورات والأبحاث العلمية فيما يخص مجال أمراض الصدر. هنلتزم طبعا بتعليمات رئيس الوزراء ان العدد في القاعة ما يزيدش عن 150، وهنعوض الحكاية دي باللي هو المايكروسوفت تيم بلاتفورم اللي معمول للمؤتمر مخصوص. ده هيتيح الفرصة لكل المشاركين سواء من جوه مصر او من بره مصر بالمشاركة وبالمتابعة لكل احداث المؤتمر. وعلى منصة التكريم تم الاحتفاء بشباب الاطباء الحاصلين حديثا على درجة الدكتوراه كتقليد جديد يطبق للمرة الاولى. احنا كل اللي بنعمله ده بيسموه الانتر اكشن ده بين الاطباء الصغيرين والاساتذه، ونشوف نتبادل خبرات ونسمعهم ويسمعونا، فده كله بيجي في الاخر لمصلحه المريض. دايما بشوف ان الناس الكبار هم اللي بيتكرموا الاساتذه عندنا، بس ان انا اكرم وانا صغيره دي كانت بوينت بالنسبه لي حلوه جدا جدا. منبر ومنصه مهمه لتبادل المعلومات بين المتخصصين والخبراء حول اهم الدراسات في مجال امراض الصدر، وعلى وجه الخصوص تبرز اهميه هذه الدورة كفرصة لاستعراض آخر المستجدات العالمية لمواجهة فيروس كورونا. علي عامر، MBC مصر.